الماتيريال ايه الحاجات الموضة اللي احنا نكمل بيها الشتاء؟ فرو فرو طبعا، القطيفة، بس القطيفة يا ريت لو حد تخين ما يلبسش قطيفة تبقى ماسكة على جسمه، لأن بتبين عيوب الجسم بشكل كبير. بجد؟ طبعا القطيفة لأن هي فيها لمعة، حتى لو قطيفة سودة؟ حتى لو قطيفة سودة لازم، ما تبقاش يعني لو حد تخين ما تبقاش حاجة ماسكة عليه قطيفة. قطيفة لان هي اللمعه بتاعتها، اي حاجه فيها لمعه شويه وتبقى ماسكه على الجسم بتبين العيوب بتاع الجسم، خصوصا بتبقي مثلا قدامك اضاءه او حاجه بتبين قوي، لو حد عنده بطن عنده جناب بتبين الديفوهات بتاعه الجسم جدا. طيب. فانا يعني عشان بشوف كمان في الشارع والناس اي حد لابس بقى دايما بحذرهم من فكره انك لو جسمك فيه ديفوهات خلي القطيفه من الاماكن بتاعه الديفوهات عندك ما تبقاش جايه تبقى واسعه قصدك. بالظبط. اوكي، يبقى القطيفه وقلنا الفرو والفرو وفي خامه لطيفه جدا اللي هي زي سمر ميلتون، بتدي بتدفي وفي نفس الوقت كاجوال وبتمشي كلاسيك، بتقدري توظفيها في كذا حاجه. والبايات اللي هي التراتر، البايات طبعا حاجه سواريه تنفع، تنفع هتنفع صيفي وشتوي يعني. أوكي. مش في اي بقى ماتيريال رابعه يكملوا بيها الشتاء؟ طبعا الصوف والجوخ والحاجات دي، دي بيزكس عندنا، اساسيات من اساسيات الشتاء ان احنا نستعملها. طيب الالوان بقى بشكل عام، الالوان بشكل عام الاحمر، الازرق، الازرق موضه كمان قوي السنه دي، هو واللون الاخضر اللي هو الجنزاري ده البترولي شويه. الاسود طبعا بيفضل ملك الالوان كالعاده، هو والاحمر، وخصوصا احنا بقى داخلين على الفالنتاين فالبنات بتحب والزيتي. تلبس احمر فيه. الزيتي اللي هو يعني الاخضر درجه من درجات الجولد ولا سيلفر يا دالي؟ الجولد بيبقى اكتر لطيف في الشتاء عشان هو لون دافي. أوكي. يعني بس